هيدا البودكاست من إنتاج حكواتي. أهلا وسهلا فيكم ببودكاست تابو، معي أنا وردة بوظاهر. حلقة اليوم استثنائية شوي لأنه رح يكون معنا شخص عم يشارك تجربته الخاصة. الموضوع هو كيف نقدر نعيش بعلاقة مع شخص عنده شخصية نرجسية أو علامات شخصية نرجسية، ومعي جورج معوض يلي رح يشاركنا تجربته. مرحبا جورج، شكراً كتير لشجاعتك، وبعرف قديش صعب من بعد الحلقة اللي عملتها مع أول شي بمصور، بعرف قديش صعب نحكي عن علاقة كنا فيها، تجربة صعبة كنا فيها، فبدي أتشكرك أنك قبلت أنه تشارك هالتجربة لتكون درس شوي للأشخاص الآخرين. ممكن تعرفنا عن حالك شوي وعن هاي العلاقة يلي أنت كنت فيها؟ أكيد. أول شي بدي أشكرك لأنه تعطيني الفرصة قادر أحكي عن هالقصة اللي صار لي سنة بدي أحكي عنها، بس ما كنت قادر أحكي عنها لأني خايف، فاليوم أول مرة عم بقدر أحكي عنها publicly، فأول شيء بدي أشكرك كتير على هالشي. أنا اسمي جورج معوض، عمري 20 سنة، وكانت بعلاقة مع شخص نرجسي لتقريبا سنتين. هالشي عرفته سن يعني من بعد سنتين بينت حقيقتها. فتعرفنا بلبنان كل شيء كان كتير حلو، على سنتين كانت علاقة بتعقد، كان في كتير حب، كنا نضل نشوف بعض. أنا كنت بفرنسا، هي كان بلبنان، بس كنا نضل نسافر نشوف بعض، كان شيء كتير حلو. فتاني سنة قررنا تجي على فرنسا تعيش هون، تعيش معي كافي درسة هون. فتاني سنة كنا عم نشتغل على الموضوع تتجي لهون. فهذا الشيء صار صيفية الماضي، حبلش فوت أكتر بالقصة وشو صار. فأنا كنت عم دبر لشغل، عم دبر لبيت، عم دبر لجامعة كرمال اللي تقدر تجي لهون، عمل كل شيء تثبت الفيزا تبعها. وكل هالوقت هي بلبنان ما عم تعمل شيء بهالموضوع، أنا كنت عم بعمل لها كل شيء، وكنت شوي شوي حاسس عم تبعد عني، مع أنه أنا كنت عم بعمل كل هالشغل اللي كان عم ياخد تقريبا كل وقته، فوق عن شغلي كمان اللي كان عم ياخد، يعني كنت عم بشتغل 7 أيام على 7 أيام كرمال طلع مصاري، كرمال بس تجي لهون نكون مرتاحين ونقدر نعيش سوا. ومن بعد كل هالشي حسيت هي عم تبعد أكتر وأكتر مني، يعني أنا ما كنت منيح، وأنا كنت الحالة تبعي عم يعني منتلي كنت عم تنتزع أكتر وأكتر، وعشية أبكي لأنه ما أعرف ليه، وهي ما تركشنا على هالشي. بعدين صار عندي مثل شك أنه معقول تكون عم بتخوني، بس وحكيتها بالموضوع وهي تقلي لا ولا، وأنا كنت صدقها، بس أنا كنت عطول في هالشك اللي عايش فيه على أشهر. بس بعدين خلص ما رجعت انتبهت على الموضوع. بعدين اجت على فرنسا، أخذتها، رحنا على vacations، كل شيء كان كتير منيح. هون كمان أكتر وأكتر صاروا يزيدوا الداوتس أنه كنت عم أنه في حدا ورا ظهري، وهالشي كان يعني عم بيقتلني لأنه كان شيء كتير حلو بيناتنا، وأنا كنت كتير اشتغلت تتجي لهون ويمشي الحال. ففي نهار اكتشفت أنه كان عن جد في حدا ورا ظهري، وكانت علاقة جدية كمان. بس عرفت هالشي سمحتها، دغري سمحتها، قلت لها ما في مشكلة، حنشتغل على الموضوع، حنظبط كل شيء ونقدر نتقدم، لأنه كل هالشغل ما حيروح على الفاضي. فبقى من بعد ما اكتشفت هالشي شفت حقيقتها، ممكن تغيرت كليا، صارت هي القصة كتير طويلة، بس أنه حأعطيكم يعني حأعطيكم تايتلز عن شو كانت عم تعمل فيه. جورج، قبل ما نعطي تفاصيل تحديدا عن شو اللي كان عم بيصير، عم بتقول هلأ عمرك 20 سنة، يعني القصة بيناتكم امتى؟ نعم. بلشت قدي كان عمرك وقدي هي كان عمرها تقريبا؟ اوكي. هالقصة يعني بس بلش كل الأذى يصير، صارت تقريبا من 9 أشهر، هون بلش كل الأذى التقيل، بس نحن صرنا 2 ورا يعني لورا، يعني بلشت تقريبا كان عمركم 17-18 هيك شيء. نعم. سو كنتوا سوا بأيام المدرسة، ومين أكبر؟ أنت أكبر؟ نعم أنا أكبر بسنة على الأد. أوكي. سو بريفلي يلي صار هو أنه أنت وياها كنتوا سوا من أيام المدرسة، كان في فرق سنة، أنت سافرت على فرنسا، كانت هي بعدها موجودة هون لأنه ما كانت خلصت مدرسة، أنت كنت عم تساعدها لحتى هي تسافر لعندك، بس خلصت مدرسة قدرت أنه تروح لعندك. أنت وهونيك اكتشفت وعرفت أنه هي في حدا تاني بحياتها. هدول قصص مؤذية ممكن يصيروا بالعلاقة، بس إمتى بلشت تنتبه أنه في علامات قصص نرجسية هي عم تعملها شخصية نرجسية؟ أكيد. هذا الديتيل عن خيانة أعطيته لأنه هو
خيانة خلتني أرجع أشوف بعدين كل شيء في يعني personality نرجسية عندها، وبعدين قلبت حقيقتها وبينت حقيقتها من بعد ما صار هالشي. بس قبل نحن ما كنا بذات مدرسة، قلت أنا فليت قبل ما تعرفنا بالمدرسة، تعرفنا برات المدرسة، بس إنه إيه كنا بهالأيام تعرفنا على بعض. بس عرفت إنه كان في حدا تاني ولا ظهري، هون بلش الأذى، لأنه أنا نهار سمحة بعدين نهار تاني إنه إلا إنه ما بعتقد حيمشي الحال، لأنه أنا ما كنت منيح، كنت كتير يعني زعلان على الآخر من كل شيء صار. فنهار سمحة نهار تاني إلا إنه بفضل ما نكفي مع بعض، فإنه هذا الشيء هي ما تقبلته إنه أنا ما بدي كفي معه. فصارت تقول قصص كتير مؤذية، صارت هي نحن بينا سوا على سنتين، فبتعرف كل شيء معقول يأذيني، بتعرف كل شيء صاير معي بالماضي، بتعرف شو لازم الواحد يقول لي تيأذيني. فصارت ترجع تستعمل كل شيء أنا صار معي بحياتي كرمال ترجع تأذيني، كرمال ترجع توقعني لتحت. وبس كنت تقول لي قصص مؤذية كنت ترجع تقول إنه مش قيلتون، بس أرجع أسألها أو إلا إنه ليه عم تقولي لي هيك، ليش عم تعملي هيك، بتقول لي إنه هي ولا مرة قايلة هالشي، مع أنه بتكون قايلة هالشي من 5 دقايق. كمان في كتير قصص صايرين، مثل مثلا ضربتني، كانت ساعة 3 الصبح وقفت قامت اجت على تختي وبلشت تصفقني بوكسات على وجهي. ليش قامت صفقتني ضربتني؟ لأنه كنا قاعدين بالتخت، أنا على التخت وهي على التخت لحده، وكنا عم نحكي عن كل شيء عم تعمل لي، عن خيانة، عن كل شيء عم تقول لي، وعم بقول لها إنه ليك كيف عم تأذيني. وهي ما تقبلت هالشي، ما تقبلت إنه هي عم تأذي حدا، لأنه ما بدها تشوف شو عم تعمل. فقامت ما بعرف شو صار لها فجأة وبلشت تصفقني على وجهي بوكسات على شي دقيقة دقيقتين، وتغرمش لي ظهري وتعيط. أنا كنت موت راسي وناطر تتخلص، وعم بقول لها عم بوجع فيك توقفي، وهي تكفي وتكفي وما توقف، وأنا ما كان فيني وقفها أو أضربها، لأنه ما إنه it's this case إنه فيني دافع عن حالي، بس أنا ما فيني لأنه من وراء شيء صاير بحياتي ما فيني أرجع أضرب حدا بالمقابل، especially إذا بنت، لأنه شفت قصص بحياتي بفضل ما كررون كرمال ما يذكروني بالماضي تبعي. فهذا الشيء منعني دافع عن حالي، منعني وقفها. بعد دقيقة دقيقتين من بعد ما عن جد كنت كتير عم بوجع، رجعتها لورا بإجري، ما ربطت، رجعتها على وقت، اجت على تختها وبلشت تتعيط وتصرخ. كان في اخواتي بالبيت وقتها، اجوا على فرنسا على شهرين، بلشت تبكي 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 وتصرخ. بعدين تاخذ التليفون على 3 الصبح وبتدق لاهلها اللي كانوا بلبنان، وبتدق لهم بدي اقول لهم طيعوا، وبتبلش تصرخ وتقول انه انا عم بضربها، تقول انه انا عم سبلها، نقول انه انا I'm abusing her، انه انا عم باذيها، اللي هو دغري من بعد ما هي هجمت علي وضربتني وانا مش مادة بايدي عليها. فهون بلشت تقول لأهلها دقوا للبوليس، دقوا للبوليس. فهون جيت قلت لهم هلا دقوا للبوليس، بليز دقوا لهم، لأنه أنا جسم المعلم، أنا اللي ضربتني، بنتكم رح تضربني. بعدين بحكي مع بيها وبصير يعمل لي أنت ما بتعرف أنا مين ومثل هيك قصص. فكانت عطول كل شيء هي عم تعمل لي عم تقوله إنه أنا عم بعمل لي، فكانت عطول عم تقلب بالسيتويشن تهي تكون الضحية وأنا أكون الشخص اللي عم يأذي. فمن بعد الأسس كمان هي كانت تشتغل بوين أنا كنت أشتغل، كنت أنا أشتغل بشركة حدا بيقربني، ودبرت لها شغل هونيك كمان كرمال يكون عندها معاش وكرمال تقدر تشتغل. فكان عم نشتغل بذات المحل، وحتى بالشغل كانت ضلت لي أسس مأزية تقرني على عالم ما بحبهم بحياتي، لأن هو العالم أزيو عالم كتير قراب علي، و ترجع تقول هالقصص كرمال تأذيني. وبس تقول هالقصص أنا كنت أبكي وتكفي تأذيني وتكفي تبكيني، إن كنت بالسيارة بالبيت أو بالشغل. كمان كانت تخترع قصص علي، تقول إنه أنا كنت أضربها، أنا كنت لبتها، وتروح تخبر عالم بعرفها، عالم رفقاتي، كرمال تقلبهم ضدي، كرمال تحط عالم من الميلة تبعها. وهالشي كان عم بيدمرني نفسيا، تشوف إنه كل العالم عم بيصدقوها مع انه هي الكذابة، وهي كيف كانت توقع العالم، بتوقع العالم كيف بدي اقول، بشكلها، هي بجمالها بتجرب توقع العالم
هي عم تستعمل هالشي. فالعالم على طول بس يشوف شخص هيك مهضوم بيقولوا لا أكيد هي ما بتعمل هيك شيء، فكان كله يرجع يقع علي. كمان كانت سوري إذا عم بقطي شوية بس it's a bit complicated. No worries. فهي من بعد ما كل هالأذى التقيل بلشت بقيت عندي 3 جماع زيادة، يعني من أول نهار اكتشفت أنه كانت عم تخوني بقيت 3 جماع بعدين عندي بالبيت. هني كانوا 3 جماع كتير تقال وكتير صعبين علي بالبيت. من بعد هالشي أنا دبرت لها بيت تتروح عليه، مع أنه أنا كان صار لي ديجا جمعتين عم بطلب منها تفل، بس هي ما كانت عم تفل من عندي، ما كانت حتى عم بتنبش على محل تروح عليه، كان بدأت تبقى تستفيد قد ما فيها. فأنا من بعد 3 جماع لقيت لها بيت وقلت لها تفل، وهون صارت تتهددني أنه تقتل حالة إذا بتركها. كانت بيقولتي تمسك علبة أدوية وتقول إذا بتتركني حأخذهم حقتل حالي. وأنا هالشي كان يعني هالشي جبرني ضلني معه لأنه ما كان بدي تأذي حالة، وهي تهددني وضلت تهددني. أو أوقات نكون بالسيارة سوا تقول لي إذا بتتركني حأفتح الباب ونط، وفي مرة فتحت الباب وتقول لي إذا حتتركني حنط وكل هول القصص. أنا من بعد فترة ما بلش كل هالأجا صرت قد ما صرت خايف أنه عن جد ما حدا يصدقني، صرت أنا جرب سجل قصص ويكون عندي بروف. ففي كتير أوقات سجل مثل بالسيارة بس كانت عم تهددني كيف حالة، هذا الشيء كمان مسجله وكيف كانت عم تحط الحق علي، وبس اسألها شو عملت لي ما بترد. يعني هي كانت تقول أنه أنا خربت لها حياتها، وتقول أنه أنا أذيتها، وتقول لي في فينا أعطيك مليون سبب تقول لك ليه خنتك وليش الأكس كمان تبعك خنتك بس تتأذيني، وبس اسألها شو عملت لك شو عملت لك تتخونيني، عطيني بس سبب واحد تلاقي بدك تخونيني توقف هيك وما بترد تطلع بالحيط وما يكون عندها ولا سبب. لأنه أنا بعرف أنه ما أذيتها بولا طريقة كرمال تكون عم تعمل لي ولا شيء من هالقصص. بعرف أنا حدا بتقبل الأغلاط تبعي، فلو شفت غلط بمحل كنت عرفت، بس أنا شخص عطيتها كل شيء، عطيتها كل شيء فينا إن كان مادياً إن كان جسدياً إن كان من قلبي، عطيتها كل شيء. كان حدا كتير بحبه كتير مغروم فيه. على سنتين عملت لي شيء اسمه love bombing، ما بعرف كيف تنقال بالعربي، بس لما حدا بيعطي كتير حب كتير حب كتير حب، وهذا الشيء الأشخاص النرجسية بيعملوه، هن بيبيعوك حلم بيقولك حنعمل هيك أنا بحبك، وبيبيعوك حلم النهار اللي بيحيبلشوا يؤذوكم انتوا عطول حتفكروا بالايام الحلوة وتقولوا اكيد حترجع كتير مثل قبل. فعطول بيكون عندكم هوب انه القصص ترجع حلوة مثل ما كانوا، بس هيدي بس طريقة تنضل معهم ويضلون عم بيوقعونا. كانت بوقت هالفترة بس كانت عم تأذيني، وهيك من نهار لنهار جيب لي او ورد او كادو صغير، مع انه هذا الشيء ما كانت عم تعمل لي من قبل، بس هلأ فجأة من بعد ما بلشت تأذيني صارت اوقات جيب لي قصص وأنا أقول أنه عم ترجع تحبني، أوف يمكن عم ترجع توعى على اللي عم تعمله، يمكن نرجع نصير مثل قبل. فهالشي كان يتفشني، ضلني جرب فكر أنه ضلني مع اللي هو اللي هي كانت أكبر غلطة عملتها في حياتي. فمن بعد ما قلت لها تفل من عندي، من بعد ما دبرت لها بيت وقلت لها حوصلها عندها تنزل يعني هذا ماشي، يعني هذا أنه شيء ما قاله عازي، بس بيفرج قديش كان قديش شخص بيستفيد واستفاد منه. بتنزل بتاخد كيس وبتبلش تعبي أكل من المطبخ وتعبي كيس على ريحتها، مع أنه ما حدا بالبيت بقى كان طيقة، الكل كان عارف شو عم تعمل فيه وقديش عم تأذينه. وحتى من بعد كل هالشي عندها هالجرأة تنزل تاخد تعبي غراض وتفل وتفكر حالها ببيتها. فمن بعد ما فلت من عندي وصلتها من محل بعيد شي 15 دقيقة من عندي، كانت تضل كمان تحكيني إن كان بالشغل أو باي تكست، جرب تأذيني بقصص على السوشيال ميديا كمان، أو تجرب تقول قصص لرفقاتها قصص غلط عني، تخترع قصص تقول أنا ببعت صور عن حالي لبنات من دون ما أسألهم، اللي هو شي كليا 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 غلط. هذا شي ما فينا أعمله بحياتي، بالعكس أنا على السوشيال ميديا بفضح عالم هيك، بس هي بتعرف وين فيها تأذيني، وبتعرف انه انا اللي بعمله على السوشيال ميديا هو تقريبا حياتي كلها، اللي هو الاكتيفيزم
تساعد عالم، فهي جربت تدمرني هون. أنا بتعرف إنه إذا هتزبط هتكون عن جد نجحت بالتدمير على الآخر، فتجرب على طول تخترع إنه أنا عم بعمل هيك، أنا عم بعمل هيك. كمان من بعد ما فقت من عندي، مثل ما قلت لكم، هي كانت تشتغل بوين أنا كنت أشتغل، وحتى بالشغل كان ضل تأذيني، تعمل قصص وضلني أبكي هونيك وما تتركني، وضل تخترع قصص عني، وضل تقول لي ليك هالشخص صار معي، ليك هالشخص قناعته، ليك هالشخص قال هيك عنك. كان على طول تجي تقول لي كل شيء مش منيح كرمال تأذيني أكتر. وأنا وقتها كنت يعني منتلي كنت مدمر على الآخر، ما كنت ولا بعرف دافع عن حالي، ما كنت عارف أعمل شيء، كنت كتير خايف منه. هي شخص كانت تخوفني، ما حقول بتخوفني لأنه اليوم بطلت خايف منه، لأنه إذا أنا اليوم هون عم بحكي عنه يعني بطلت خايف. بس قبل كنت كتير خوف منه، لدرجة في نهار فتت على مستشفى للأمراض النفسية، فتت لونيك من بعد كل شيء عم تعمل إياه، لأنه كان كتير تقيل كل شيء كده عم تعمل إياه. ما قدرت خبر كل شيء يعني، بقت في كتير قصص. بس مثلا من بعد ما تركنا ومن بعد ما فليت من عندي، أنا كنت بعدني بحبها، كنت بعدني معلق فيها، لأنه أظهر من علاقة ضلت سنتين وأنا كنت كتير مغروم فيها وكانت كتير حلوة، ما فينا هيك بشهر أنه خلص ننسى كل شيء. فحتى أوقات من بعد ما فليت وهيك، كنت أوقات أروح لعندها تأعطيها شغل، لأنه بعدين صرنا نشتغل من البيت تما بقى نشوف بعض، فأنا كنت أروح لعندها تأعطيها شغل وإرجع أخذ الشغل اللي عمل. ممكن تكون صريح، وها كمان غلطة كتير كبيرة عملتها، هي أنه كنا أوقات نرجع ننام مع بعض حتى من بعد ما كل هالشي صار. يعني كانت مثل طريقة لقالي أنه كنت بعدني متعلق فيها، فما كنت كتير واعي اللي عم بعمله. ونحن ومنكون عم ننام مع بعض بتصير تقلي قصص مثل أنه أنا عطول حكون هون تنام معك حتى بعدين، فأنه هيك قصص يعني ما بعرف كيف بدي أفسر. anyway من بعد كذا نهار أنه تكون قلت لها شيء، تجي تقول لي أنه أنا اختصبتها، تتهمني أنه أنا اختصبتها، اللي هو كمان شيء توتلي غلط. توتلي غلط، بس كمان بعد مرة هول اتهامات صار لأشهر تعمل لي هون، تتحطن علي كرمال تأذيني وتخلي العالم يكرهوني. زوجة اللي عم تحكي عنه هو علاقة مؤذية جدا، واضح كتير الأذى يلي أنت تعرضت له من هيدي العلاقة، وهلأ رح نحكي أكتر كمان عن الأثار يلي أنت كانت عندك. لما بنحكي عن شخصية نرجسية، عامة الأشخاص بيجي براسهم الشخص يلي هو عنده شعور بأهمية لذاته أكتر، بحط حاله بمرتبة شوي أعلى، هيدا الشخص بيكون عنده تخيلات بالقوة أو بالجمال أو بالمثالية، عامة بيظهروا أكتر عنده. ممكن هذا الشخص يكون شايف حاله إنسان مميز أو فريد، أو إنه هو حدا كل الناس مفروض تكون هيك شايفته أعلى من غيره. هل هي كان عندها هدول الصفات أو كان أكتر بس عم يظهر هذا الشيء بالأذى؟ 100% كمان كان عندها هالقصص إنه هي كتير حلوة، إنه هي إنه العالم بيعرفوها، انه عطول تستعمل الجمال تبعها كرمال توقع عالم. وكمان في عالم كانوا بيعرفوها كمان قبل ما انا اتعرف عليها، خبروني انه هيك كانت هيك تأذي العالم. وكمان هي البنت اللي كانت معهم، هي قالت لي بوجه قبل انه قبل ما تتعرف علي كانت تخلي العالم ينغرموا فيها بعدين تكسر لهم قلبهم كرمال بعدين تقول لهم انه ما بدي اياك، انا ما بحبك. فكانت تخلي العالم يوقعوا فيها ينغرموا فيها بعدين ترجع تأذيهم. وهي حدا كتير تستعمل العالم كرمال توصل على الأهداف تبعها، إن كان للمصاري، إن كنت أنا أدبر لشغل، أنا أدبر لحياة، أنا أدبر لبيت. فحدا كتير بيشوف بحاله، حدا بابليكلي كتير كتير نايس، هي كتير بابليكلي قدام العالم حدا كتير منيح، العالم بيحبوها، بس لأنه هذا الشيء عم بتخبي، عم بتخبي حقيقتها تتخلي العالم يحبوها. بس لما بيشوفوا بعدين شو بيصير ورا الماسك اللي حطته على وجهه، إذا بيشوفوا بالبيت شو بيصير، هون بيشوفوا شخص
غير كليا. جورجيا اللي عم تحكي بيبين انه عن جد في اضطراب بمحل معين، ومن هون انا بهمني دايما نوضح انه في صعوبة كتير انه نحنا نقدر نشخص شخص بعيدا عن وجوده هو، يعني لازم يكون الشخص عم يتوجه لعند اخصائي نفسي عيادة لحتى يتشخص بالاضطراب يلي هو عنده اياه، او يبين اذا هل هو اضطراب ولا بس علامات اضطراب، لانه مش دايما بيكون الشخص عنده الاضطراب كله بحد ذاته. هون الأهمية، بس المشكلة إنه الأشخاص لما بيكون في عندهم اضطراب بالشخصية في صعوبة كتير إنه يقبلوا من الأساس يروحوا لعند أخصائي نفسي. بس كمان من هون أنت وعم تحكي جورج حسيت إنه ممكن نحنا، يمكن أنت بالشغل مع المعالجة النفسية اللي أنت عم بتتابعها ذكرت إنه ممكن يكون الصبية عندها شخصية نرجسية، بس كمان أنا بشوف إنه بمحل ممكن يكون في اضطراب شخصية آخر عم بيبين عند هيدا الصبية يلي هو الانتيسوشال بيرسوناليتي ديسوردر، فينا نرجع نحكي عنه كمان أكتر، يلي هو لما الشخص بيكون دايما ممكن يكون عم بيكذب، عم بيحاول يستعمل شكله أو أي شيء تاني هو عنده إياه لحتى يتحكم بالآخرين. ممكن الشخص يكون عنده قلة شعور بالشخص اللي بيوجهه، دايما بيحس إنه الشخص اللي بيوجهه هو شخص نوعا ما مش عم يتوجع مش عم يتأذى، فبيكفي بالفعل يلي هو عم يعمله. ممكن يكون بعلاقات متكررة فيها عنف أو منا ثابتة مزبوط هيدول العلاقات. كل هيدول بيلعبوا دور كتير كتير كبير عند الشخص، لأنه بمحل بيصير هو متأثر بهيدا الشيء ومنه منتبه للتصرفات اللي هو عم يعملها. عامة بيتسمى بالعربي هو اضطراب الشخصية الانطوائية، بس ما يعني عامة بتكون شوي أكتر هو الشخص يلي بيقدر يأذي من دون ما ينتبه للعواقب يلي هو عم يعمل. أو من هون برأيي كتير مهم نحكي عن مش دايماً بنقدر نحط الشخص بخانة أو نقول إنه هيدا الشخص عنده هيدا الاضطراب، بس اللي فينا نشوفه إنه هيدا الشخص عم بيعمل أذى على حياته. لهيك أنا كشخص بعلاقة مع هيدا الشخص مفروض أعرف وين الأذى عم بيصير وكيف أنا في ساعد حالي لحتى أطلع. فجورج انت عم تحكي وعم بتقول انه انت تعرضت لكتير اذى بهيدا العلاقه، ونحن بنعرف دائما انه لما بيكون شخص متعلق بشخص تاني وبعدين بيصير في اذى بهيدا العلاقه في صعوبه انه نطلع، رغم انه الواحد بيكون عارف انه هو عم بيتاذى، بس خلص هو مستثمر بهيدا العلاقه بقي فيها لوقت، فهو بيبقى وبيصير بيجرب، بركي بتزبط وبركي بيمشي الحال تماما مثل ما كنت انت عم بتقول. بس أنت عم تقول أنه وصلت لمحل فتت على المستشفى بسبب الوضع النفسي يلي أنت وصلت له، تحديداً برأيك شو هو الشيء يلي وصلك لهيدا الوضع النفسي؟ أي تصرف تحديداً؟ شو الشيء اللي أنت حسيته؟ هل ثقة؟ هل هو اكتئاب؟ هل هو قلق؟ شو تحديداً الشيء اللي وصلك لتقول أنه أنا بحاجة روح على المستشفى؟ أوكي، مش أنا رحت على المستشفى شخصياً، أخذون على المستشفى لأنه كنت وقتها عم جرب أقتل حالي على فترة، على كتير أشهر كنت كان بدأنا حياتي، وكذا مرة جربت هالشي، وفي مرة كنت بالسيارة على جنب الطريق كنت حأذي حالي، والثيرابيست تبعي اللي كانت عم تلحقني دقيت للبوليس والأمبولانس، وهن أجوا أخذوني على المستشفى وحطوني على أدوية كتير قوية. فالشي اللي خلاني أوصل لهون هو أكتر شي كل شي كانت عم تخترعه علي، الكذب اللي كان عم بيطلع علي اللي هو كله غلط لأنه هي كانت عم تعمل لي، الاتهامات اللي عم بتحطهم على ظهري اللي هن اتهامات هي عملتهم فيي، وبس كنت عم شوف أنه أغلبية العالم ما عم بيصدقوني والعالم عن جد مفكرين أنه أنا شخص مأذي. هيدا هو الشي اللي كان اللي عن جد وصلني لهالمرحلة، أنه ما بقى فينا أنه ما بقى فيني أتحمل، لأنه كان كل يوم كل جمعة كل شهر على 9 أشهر كانت ما عم تتركني، ما عم بتفك عني وعم تأذيني بكل الطرق. يعني بعد في كتير قصص مش قايلهم، بس أنه هذا هو الشيء اللي خليني أوصل لهون. وحتى من بعد ما ظهرت قلت لها بالشغل أنه بليز تركيني، قلت لها بليز خليني تركيني وحدي، ما بقى تأذيني، ما بقى تعملي لي شيء، ما بقى فيني، صرت بالمستشفى من وراك بدي موت، ما بقى بدي أعيش، بليز تركيني. وهون تقول لي آه بعتذر ما بعرف شو، ويرجع هالشي كفة. هي شخص بدها حدا يهتم فيها، بدها attention كل الوقت، يعني ما فيها تكون وحدة،
ما فيها ما تكون بعلاقة. يعني كان بعلاقة معي، بعدين هي ومعي صار عندها حدا تاني مثل بلان بي، بعدين هي ومع الشخصين كانت عم ترجع تخون مع شخصين تانيين، هي ومع دجا شخصين، بعدين من بعد ما كل شيء صار بس اجيت لهون وانا رجعت تركتها وفليت، دغري رجع صار عندها حدا تاني. يعني شخص ما فيه يكون وحده، بده عطول يكون في حدا معه، حدا عم يهتم فيه، حدا عم يجيب له، حدا عم بيحبه، هيك ما فيها تكون وحده. عطول بدها كل وقت حدا يكون عم يهتم فيها، حدا عم بيحكيها، حدا عم بيقول لها هيك هيك هيك. هو هي هيك شخص بدها ما بعرف هيك. جورج بتخيل قد ايه صعب انه واحد يعيش بهيدا النوع من العلاقه، لانه في صعوبه كتير. اول شيء بانه بيصير الواحد بيشكك بحاله، اذا انسان هالقد شايفني هيك يعني يمكن بمحل انا عن جد هيك. واللي اصعب هو لما انت بتكون عندك مشاعر لهيدا الشخص، فانت بيصير عندك صعوبه اكتر واكتر من انت تصدق انه هو ممكن يكون حدا مؤذي، ممكن يكون حدا عم بيجرحني، ممكن يكون حدا مش مبالي للشيء اللي انا عم حسه. فهون عن جد في صعوبات كتيره. اذا هيك بدك تقعد تطلع على الموضوع هلأ بعد فترة وبعد متابعة مع المعالجة النفسية مثل ما كنت عم بتقول، شو الشيء اللي اشتغلت عليه اللي قويك لخليك انت اليوم تكون موجود هون وتقول انا قادر احكي بهيدي القصة معكم؟ اوكي، اول شيء قلت شيء كتير صح ونسيت اقوله قبل، اللي هو على كترة ما تقول انه انا عملت هيك انا عملت هيك انا عملت هيك، اللي هني غلط، بعدين بتصير تسأل حالك أنا عن جد هيك؟ اللي هو غلط، بتصير بتشككك بحالك، وهذا الشيء هي كتير قوية فيه، بتصير بتشككك بحالك بقصص ما عملتين، بقصص هي عملتهم، وبتصير تسأل حالك أسئلة لأنه أنا اللي مش منيح، اللي هو غلط لأنه هي اللي كانت عم تأذيني، هي اللي ما عم تتركني. فبس بلشت أشتغل مع الثيرابيست تبعي. أول شيء أول ما بلشنا سوا اشتغلنا أول شيء على نشيل الأفكار البشعة اللي كانوا عم بيقطعوا براسي، لأن هيدي كانت أهم شيء بالأول. بعدين صرنا شوي شوي تحكينا ونشتغل على الموضوع أنه هذا الشيء ما صار معي لأنه أنا ماني محبوب، لأنه أنا شخص مش منيح، لأنه هذا الشيء كمان كان كتير صعب، لأنه أنا بعدين فكرت أنه أنا حدا ما بنحب، أنه حدا أنا مش منيح تينعمل هيك فيه. فهذا الشيء اشتغلنا عليه تا انا بعدين قادر صير اقول انه هي اللي عندها مشكله ومش حق علي. هذا الشيء كتير ساعدني. بعدين شوي شوي صرنا نشتغل على اللي كان عم بيأذينا اكتر شيء، اللي هو العالم اللي كانوا مفكرين انه انا اللي مش منيح، انه انا اللي من اذى. كل العالم بيقولوا ايه انه انا مش فارقني معي شو العالم بيقولوا وما بعرف شو، بس لما عندك العالم اللي بيحبوك، العالم اللي بتحبيهم، اللي بيعرفوك، وكتير عالم بيصيروا بيفكروا قصص عنكم كتير بشعين وكتير غلط، مثل ما اتهمتني فيهم انه ضربتها، عملت لها هيك، جبرتها، انه هول القصص منهم هينين الواحد يعيش فيهم كل يوم مع انهم غلط. فبعدين صرنا نشتغل على هالموضوع، انه تقلي انه الشخص العالم اللي بيعرفوك واللي عن جد بيحبوك بيعرفوا انه انت مش عامل هالشي، والعالم اللي حيصدقوا هن عالم مش مفروض يكونوا بحياتك اصلا. فبس صرنا بس تقلي هالشي صرت شوي شوي اقدر ما اعطي اهميه للعالم اللي كانوا مصدقينه، وشوي شوي اقدر صير انه اشتغل على حالي وما بقى ضلني افكر بشو العالم حيفكروا عني. وصار شوي شوي مع الوقت عالم يجوا لعندي يحكوني يقولوا لي انه جورج نحن بنعتذر لانه هالشخص خبرنا قصص ونحن صدقنا، بس من هلأ منعرف أنه مش صح، استغلتنا وكذبت علينا. فأنه هذا الشيء صار عم بيساعدنا أكتر وأكتر قدر أوثق بحالي، أنه أقول لحالي أوكي في عالم عم بيصدقوني، في عالم بيعرفوا أنه اللي صار معي أنه أنا اللي انأذيت مش أنه أنا اللي أذيت، وهالشيء صار عم بيساعدنا شوي شوي صح. وكمان اشتغلنا على كتير قصص، لأنه اللي صار معي وعى كتير قصص كانوا فيه، قصص أنا عشتهم بالماضي، قصص أنا شفتهم كانت ضببهم بحالي تحت، كانوا نايمين إذا بديك، ومن بعد هالقصة كل الماضي تبعي رجع واعي، كل شيء شفته رجع طلع فيه. فهذا الشيء كمان ما ساعدني أبدا، يعني هذا الشيء خلاني بعد صير بحالة بعد أضرب، لأنه تذكرت قصص حدا عملهم
بحياته هي عملت لي اياهم. فزيت القصص كنت عم برجع اشوفه مرتين وهالشي كان كتير 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 بشع. فهذا الشيء كمان اشتغلته مع الثيرابيست تبعي، وشوي شوي مره بالجمعه نشتغل على نقطه جديده وتوصلت لليوم صرت احسن بكتير. هالقصة ما بقى بتأذيني احكي عن الموضوع، بطلت خايف عنه، بعرف ما بقى فيها تعمل لي شيء، مع انه هذا خوف عشت معه 9 أشهر كل يوم. اليوم بطلت خايف، اليوم عم بقدر استفيد، عم بقدر انبسط، عم بقدر ارجع كفي حياتي عادي، وهالشي كتير حلو. عن جد بشكر 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 عن جد كل شخص ساعدني توصل لهون اليوم. جورج، قبل ما نختم، في هيك نصايح معينين فيك تقولون لشخص إذا هو بعلاقة مع شخص عم يأذي؟ شو القصص برأيك اللي لازم يعملها لحتى يقدر يتخطى هيدا العلاقة؟ أوكي، أحسن نصيحة هي تركوا هالشخص وفلوا أبكر شيء ممكن. بعرف أنه معقول كتير تكونوا بتحبوا هالشخص وما بدكن، ومعقول عندكن هوب أنه هالشخص معقول يرجع مثل ما كان قبل، بس ما فيكن تغيروا العالم، ما فيكن تغيروا شخص عنده مشاكل. من الآخر شيلوا الرقم، شيلوا السوشيال ميديا، يعني شيلوا هالشخص من السوشيال ميديا، ما بقى تتعاطوا معهم، ما بقى تخلوا هالشخص يتعاطى معكم، لأنه حيعمل لكم manipulation مثل ما بيقولوا بكلمات بالإموشنز. وأهم شيء ما تحطوا الحق عليكم، هيدا شيء كتير مهم، أنه ما تفكروا أنه أنتوا ما فيكم تنحبوا، ما تفكروا أنه أنتوا المشكلة. هذا شيء كتير أساسي، وبدأت أتشكرك لأنك ذكرت هيدا النقطة، لأنه للأسف دايماً لما منتعرض للأذى منفكر أنه نحن عملنا شيء لحتى نستحق هيدا الأذى، أو بمحل نحن يلي سهلنا الموضوع. دايماً منحط الحق على حالنا، نادراً ما منحط الحق على الشخص يلي بيوجنا، يلي هو اللي مفروض ما يأذينا بغض النظر شو التصرف يلي نحن بنعمله. جورج، في شيء حابب تزيده قبل ما نختم؟ بدي أقول بعد شغلة، نعم، لكل العالم اللي عم بيسمعونا، بس تشوفوا إنه حدا منه منيح أو حدا من إذي أو حدا عم يتأذى، حكوا مع الشخص، بعتوا له مسج. أنا اللي خلاني اللي ساعدني كتير كمان بالفترة هن العالم اللي كانوا يبعتوا لي مسجز حلوين يذكروني إنه هن هون وإنه بيحبوني. هالشي كتير مهم، عطول حكوا مع العالم اللي من إذين، لأنه ما بتعرفوا من نهار للتاني شو معقول يصير. أنا كان فيني روح من هالعالم، بس من وراء كل العالم اللي كانوا حدي واللي ما تركوني، من رفقاتي لعائلتي للثيرابيست تبعي، كل هالقصص الحلوة اللي كنت عم بسمعهم خليني كفي. فبدي أطلب من الكل، إذا بتعرفوا حدا عم بيتأذى، بليز حكوا معهم، فرجونا أنكم هون، حبون، وما بتعرفوا ما قلتكونوا عم بتخلصوا حياة حدا هيك. جورج، تانكيو كتير على كل كلمة انت قلتها، وانا من عندي بهمني اقول شي كتير اساسي وكتير مهم، دايما نتذكر وجود اشخاص عم يأذونا وهن منهم منتبهين للأذى اللي هن عم يعملوه بحياتنا، هو شي كتير صعب وكتير مضر، لانه منوصل لمحل احنا منقتنع انه نحنا منستحق هيدا الأذى، منعيش بهيدا الأذى لوقت كتير طويل. جورج حكي عن قصة يلي هي قصته مع شخص فوته هو على حياته، شريكة قطعت بفترة معينة، بس في اشخاص بيكونوا عايشين مع اهل عندهم الشخصية النرجسية، أشخاص عم يربوا بجو كامل ليل نهار عم يتعرضوا لهيدا الأذى. دايما تذكروا ما تاخدوا الموضوع شخصي، هو مش أنتو، الشخص اللي بوجكن هو الغلط، أنتو لازم تحاولوا قد ما فيكن تحطوا حدود لهيدا العلاقة، حاولوا أنكن تنهوا، ما تخلوا هيدا الشخص يفوت على حياتكن. لما بيكون أهل بعرف أنه بيكون الموضوع صعب، بس حاولوا قد ما بتقدروا تحطوا حدود لحتى تقدروا تعيشوا حياة صحية. شكراً كتير لكل يلي سمعونا، ما تنسوا تتابعوا صفحتي على إنستغرام لإرسال أسئلتكن، فيكن تلاقونا على جميع التطبيقات، وما تنسوا تشتركوا بالبودكاست وتشاركوا. باي.